أكيد نرمين للأدب حصة كبيرة برحلتنا الصباحية لليوم. رح ننتقل من عالم الرواية لعالم الشعر، وعالم الشعر واسع يمكن، ومن أكثر فينا نقول أنواع الأدب انتشارا، لأنه بتحسي الشعر نوعا ما فيك تقريه بوقت قصير أكثر من الرواية. يمكن ما في حدا بمرحلة مراهقته إلا ما في شعر معين كان بيحب يقراه، بيحب يسمعه، ونفس الوقت يمكن ما في حدا منا وهو صغير أو بمرحلة الشباب ما جرب يكتب بيت شعر. صحيح، مثل ما قلتي نوري، كمان هي من الشعر من الاساليب يلي بنقدر بنعبر فيها عن مشاعرنا، وبنقدر بنوصل فيها رسائل كثيره، وهو بسموه السهل الممتنع. كمان بنشوف قديش انواع واسعه مختلفه جدا، واختلفت الشعر. بنشوف سابقا وقت كنا نقرا للشعراء القدماء عن الشعراء الحاليين. صحيح، ولكل يمكن عصر دائما طريقه مختلفه بالكتابه والادب. اليوم للشعر كمان له حصه برحلاتنا الصباحيه، بنتعرف على شاب موهوب شاعر فادي مصطفى. يسعد صباحك واهلا وسهلا فيك. أس المعارف في اسمى معانيه، نبل الشهاده لولي الناس نبديه. ما قال ربك ان الموت ياخذه، بل في الجنان حياه سوف ترضيه. صباحكم وطن وحياه مباركه في هذه الدوله. صباح الخير واهلا وسهلا فيك. بدايات حضرتك كانت ذكرت لنا من 2021 كاول اصدار فعلي لحضرتك. اول اصدار ب 2021، بس انا بكتب شعر من 2010 ل 2011، بكتب نثر، بكتب خواطر، بكتب شعبي. بعدين حتى وقت تمكنت بالشعر العمودي بلشت انشر بدواوين نظاميه. عندي 5 مجموعات هلا صاروا خلال سنتين. خلال سنتين عم نحكي عن 5 اصدارات. عم تقول بلشت بال 2010، شو اللي حفزك؟ يمكن دائما بنقول لكل شاعر عنده فينا نقول خبره او تجربه، وفي شيء اساسا بحفزك من الداخل. شو كانت البدايه اذا فينا نحكي عنها؟ اي موقف بيحرك شعور الشاعر بينطق الشعر، بيخلي الشاعر ينطق شعر. الانسان الشاعر بطبيعته بيولد شاعر، لكن بده محفزات تتحرك هذا الشعور ينطق شعر. أستغرب كيف لا يكون شاعرا من ولد من رحم الصخور، وترعرع في كنف الزهور، وتشبعت رئتاه من أحلى العطور. أستغرب كيف لا يكون شاعرا من شاركته الطيور إفطاره، والحمامات غداءه، والفراشات عشاءه. نحن أبناء ريف طرطوس جميعنا شعراء، طبيعة بتلعب دور. أكيد. بيتين شعر هلا كتبتهم بالحديقة برا هيك قدام المركز. نبض الفؤاد من النسيم أرق، لو كان من همس الحبيب يدق، ويفيض من بين الضلوع مغردا، وكأن مظلوما أتاه الحق. يا كوثري الصغر يا عذب اللمى، يا من سمائي كالغيوم يشق، والياسمين معرش في راحتيه إذا تهادى، والمسيل دمشق. ما كان صدري قبل وصلك واسعا، وغدا الوصال على الضياء يرق. سيد فادي، خلينا هيك نحكي عن، كنت عم تذكر المحفزات اليوم، المحفزات اليوم اللي بتخليك تكتب، وأيضا نحكي عن هي الموهبة يلي بتمتلكها، كيف قدرت تغذيها؟ كنت تقرا كثير بوقت وقت كنت يعني مرحله الشباب او الطفوله؟ في حدا بالعيله عند حضرتك كان عنده كمان تجارب ادبيه سابقه؟ بعائلتنا كلها ما في شعراء، في حب للشعر. بي بيحفظ دواوين شعر بابا. الثقافه هي اللي بتخلي الشعر يطلع كشعر يعني. المشاعر موجوده، بس بدها ثقافه، بدها تعلم، بدها دراسه، حتى الواحد يعرف الشعر وبحور الشعر يصير ينظم على بحور الشعر. طبعا الواقع المحيط بالشاعر له اثر كبير وله دور كبير، مفردات الشاعر بكلماته، ممكن العصفوره تدخل بالكلمه، ممكن شعاع الشمس، النرجس، الحبقه، كله بيدخل بمفردات الشاعر وبينسجها بما يناسب الوضع اللي ما يكتب عنه الشاعر. حبات المطر، نزول حبات المطر من الجو ممكن تعمل قصيدة عن الواقع والحالة الاجتماعية اللي بيعيشها الشاعر وبتناسب الوضع المعيشي الآن. رح نقرأ قصيدة هيك. أنتظر المطر. بيني
وبين الشمس حبات المطر، لا يرتجي الإحساس أكثر من وتر، شعري وقطعان الغيوم تظلني، لا شيء يحمي الورد من قطف البشر، كل العصافير التي كانت هنا طارت وحطت فوق أسوار القمر، وبقيت شعبا صامدا في وحدتي، أكوام نبض من حكايات السفر. أحضرت من بيت العتيق قصيدة كي أزرع الآمال في عمر الصغر، طفل القصيدة يقتفي نهد الهوى من بين أثداء تدلت في السهر، ما تاه حرفي عن بنيات الهوى، ما تاه حرفي عن بنيات خبت تقتات نورا بين أكمام الشجر، هم يحزنون إذا ختمت بدايتي أو يفرحون على يراعي لو نفر، هم يشحذون سيوفهم بتحسب لو ذاب نصلي في مقارعة الحجر، 50,000 قصيدة راقت لهم، ما كان منهم للكثير من انتصر، هذه الخريطة أصبحت أرجوحة والحبل فيها ليس من صنع القدر، حبات قمح من فيوض مخازن خضعت إليها كل أطراف النظر، بي دمعة لا أستسيغ هبوطها، فالدمع مني ليس يكفي للحذر، تبكي الحروف مسامعا دخلت بها لكن إحساس العروبة ما حضر، ريح التخاذل حركت جبلا ولم يشعر بها من كان في قلب الخطر، لو نسمة هبت وثار هبوبها فستان أنثى كل من فيهم شعر، ولكنت تشهد في الجموع تدافعا لكن طفلا جاع لن يلقى البصر، هذه حكايات العروبة كلها سير تثرثر في الغرام المعتبر. يسلم هتم. استاذ فادي عندك 5 إصدارات، خلينا نحكي عنهم للمشاهدين، أول إصدار شو كان ونحكي عنهم تدريجيا. الإصدار الأول جورية الخدين. جورية الخدين كتبته بمعاناة بعلاقة عاطفية، والحمد لله تكللت بالنصر وزوجت صاء جورية الخدين اللي هي زوجتي زهور أحمد، ووجه لها تحية. أكيد ونحن بنوجه لها تحية. هذا الكتاب مهداة إلى زوجتك؟ هذا أغلبه قصائد لزوجتي زهور أحمد. يعني هي المحفز الأساسي، هلا عرفنا طبعاً الشعر الوجداني الغزل المحفز الأساسي زهور حبيب القلبي. ممكن نقرأ لشي؟ أكيد تفضل. ببراءة الأطفال تدنو من يدي وتواعد الأزهار في صبح الندي، يا زينة الأطياب إني في الهوى عصفورة تقتات خبز الموعد، كخزامة في حر هاتيك الذرى تشتاق ماء للمواجع يفتدي، يا طفلة الحقل القريب لمتجري درج الهوى يحنو إليك لتصعدي، فتمايلي فوق الحدائق والربا وتراقصي بين الحروف بمشهدي، خد تورد والشذا يلهو به جورية الخدين تزهو في غدي، كرز الشفاه تبعثرت كتبي له واللؤلؤ المنضود صفا يقتدي، فصغي إلى الأنفاس ماذا قصدها واروي خيالك من لهيب الموقدي. أكيد يسلم هتم، وأكيد تحية مرة تانية لزوجتك. عرفنا أول رواية أول كتاب جورية الخدين من الملهم، خلينا ننتقل للإصدارات الثانية. الإصدارات الثانية متنوعة بين الشعر الوجداني وبين الشعر الوطني ومعاناة الشعب، بين دمشق إلى حصة كبيرة أكيد في شعري أنا، من أول ما جيت على دمشق تعلقت بدمشق وبهواء دمشق وبميض دمشق، وكتبت من شعري كثير لدمشق، وإلي قصيدة تصورت ونشرت على التلفزيون في مصر عن دمشق، تصورت كمان بدمشق. في قصيدة لدمشق جديد القصيدة استمنشرتها بعنوان درة الشرق. أرى النجوم بأم العين تنهمر، أرى العجائب تبدو أيها البشر، أرى الضفائر حول الشمس مسدلة إلى دمشق وأرض الشام تفتخر، ليت الأماني من الأحلام تأخذني إلى الروابي وينأى عن يد القدر،
لكنت أنسج من تاريخها كتبا فتملأ البحر من آياتها الفكر جواهر لمعت من قاسيون ولم يلمع بغير شآم ذلك الحجر المجد يرفع رأسا أينما ذكرت هي الكبيرة والإكبار والكبر ماض لها وعريق بات حاضرها يا قبلة الشرق يرنو صوبك البصر في كل موقعة دارت دوائرها لها الصدارة في أوراق من حضروا في مركز الكون حطت في مركز الكون قد حطت نواجذها عنها استمات جنود الحق وانتصروا أراك يا بردة والباسقات نمت حول الضفاف ولون الكرم يختمر أرى الأصالة في أعماق تربتها تراكم المجد حتى غارت الدرر الشمس تفرح لو بانت بمشرقها حتى اشتكى ألما من شوقه العمر لو عشت دهرا بأرض الشام تحسبه يوما يطول على أطرافه العمر تحية إلى دمشق العروبة تسلم هتم خلينا نحكي عن باقي كتاباتك وهل عم تحضر شيء جديد؟ هلا عندي ديوان جديد قيد التنضيد او جاهز تقريبا للطباعه بعنوان نسائم الروح هيدا عباره عن 250 صفحه لا مو نسائم الروح عباره عن قيساره الاحلام نسائم الروح الكتاب الاخير كان الكتاب الاخير لسه ما طبعته قيساره الاحلام قيد الطباعه الديوان الاخير اللي طبعته نسائم الروح فينا نقرا منه شيء اذا حبيتوا تفضل عن شو بيحكي هو نسائم الروح كمان وجداني وحالة الاجتماعية العامة للبلد فينا نختار قصيدة وجدانية إذا حبيتوا قبل ما تقرأ لنا شي حضرتك أكيد عندك يمكن مشاركات بالمراكز الثقافية طبعا أغلب المراكز الثقافية بسوريا عندي مشاركات فيها وآخرتها كان بمركز ثقافي الميدان الشام هون منطقة راقية بالشام ما بعرف نسيت شو اسمه والله بالمراكز الثقافية وبطرطوس بطرطوس مدن طرطوس صافيتا بنياس مدن الساحل السوري جبلي كيف عم تكون أصداء المشاركة مع الناس؟ لأنه أغلب شعرك وجداني فهو بيخاطب الروح أكثر فينا نقول أنا رجعت الناس للشعر التقليدي الشعر العمودي اللي هلا أغلب الشعراء عم بيهربوا من الوزن وصاروا يكتبوا الشعر النثري رجعت انا الناس في زائقات الادبيه القديمه اللي بتحب الشعر العمودي رجعت صارت تقرا وتتابعني انا متابعيني اغلبهم من كبار السن من الخمسين ولفوق بحبوا هالنوعيه من الشعر هذا من الموسيقى هذا اللي كنت انا بدي يعني نوه عليه انه حضرتك رجعت تكتب بالطريقه القديمه المعتادين عليها كنت اسالك كيف اختلف كيف بتشوف انت كشاعر اختلف اليوم كتابه الشعر من هلا عن قبل 100 عام صعوبة الوزن والالتزام ببحور الشعر خلت الشعراء تهرب من الوزن وتنتقل انتقلوا بعدين على شعر التفعيلي شعر التفعيلي هو عبارة عن تفعيلة من البحر ما تمشي عليها القصيدة من أولها لآخرها بدون قافية وبدون تحديد طول الشطر كمان في بعض الشعراء لاقوا صعوبة بهذا الطريقة بالشعر انتقلوا للنثر النثر ما له قيود أبدا ولكن روح القصيدة إذا ما كانت موجودة بالنثر ما له طعمة يعني بده يكون الشعر مو عبارة عن صف حكي صحيح نثري ولكن له معنى له قضية له شيء بيحكي عنه وعندي أنا تجربة تجارب نثرية ممكن نحكي عنها هلا أنا تأثرت بالنثر بمحمود درويش محمود درويش كتير بحبه بالنثر أكيد شاعر فلسطيني كبير بتحب نقرأ شيء من النثر أكيد راح أقرأ لكم شيء من النثر لا شيء ينفعني لا شيء ينفعني لا ضجيجا ولا سكون لا مطرا ولا ربيع لا حكيما ولا دواء ولا سرورا ولا بكاء لا شيء ينفعني أينسحب الأقحوان من حديقتي أينسحب الزيزفون هل هذه آخر حكاية تلعن ذاكرتي وتكويني غدا ستكتمل النهاية وأقع على ترهات الحروف وينسكب الألم من لون محبرتي على رصيف العابرين ألا يخجلون أمام عظمة الدموع أم هي
مجرد ترهات على درب الرجوع، لا شيء ينفعني، لا مناصب ولا مكاسب ولا حياة. فالربيع لم يعد عندي ربيعا، ولم تمطر في أيلول، سرقوا كل ألوان الفصول ويقتلني الفضول. أين يخبئ التشرين أخاه؟ هل في جيوب المكاتب أم في عجلة سيارة سوداء؟ كل المقابر ضجت بالحنين على فراق الخائفين، والربطة الحمراء تليق بالزي الأسود، وأصوات المدافع أطلقت 21 طلقة احتفالا بالمنصب الجديد. ما علينا إلا أن نهلل وننحني، فستسقط آخر ورقة من فصل الدموع تحت حذاء ناصع السواد. وعلى مرأى الخجوع لا شيء ينفعني، يستبيح الظن أفكاري وذائقتي وفصول الكتاب وكل الكراسي التي أمامي. ألا يوجد مخبأ سري يخرج منه عروبي شريف؟ ليس لشيء فقط، ليس لشيء إلا لطفل يتيم فقد أبويه تحت عجلات الدولار بأضواء النهار وسمسرة الحوار. كلنا كذلك كنا ولم نزل على نهج القطار، لذلك قلت وما زلت أقول لا شيء ينفعني. طيب خلينا أستاذ فادي نحكي بالمستقبل، شو بتطمح؟ يعني شو بتطمح بالمستقبل بمجال الأدب؟ هلا مبدئيا مقدم لعضوية اتحاد كتاب العرب، وعضويتي هلا بمكتب رئيس الاتحاد. أنا بالمناسبة الرب رزقنا الحمد لله برئيس اتحاد كتاب العرب الدكتور محمد الحوراني، من أحلى الرؤساء اللي مروا على الاتحاد، ويسعى في كل يوم وليلة إلى تطوير الكتاب واتحاد الكتاب. والأملنا كبير أنه يوصل شعرنا لكافة أصقاع العالم وتكون كلمتنا مؤثرة. مبدئيا مثل ما أنا عم قل لك، عضوية الاتحاد المبدأ الأول. أيضا لحضرتك تجارب بالشعر الغنائي؟ عندي أغاني شعبية بتغنى لكذا مطرب. هلا المطرب الأكثر شعبية كان الأستاذ محمد فريق من حلب، غنى لي أغنية تعبان يا أمي، كانت كلماتها حلوة وناعمة كمان من واقع المعيشة. وطبعا فيه ملحنين ومغنيين من الساحل السوري من أصدقائنا وأقربائنا أخذوا كتير أشعار مني وغنوها. تجاربك غنية جدا. أيضا في زجل، الزجل الشعبي هو من تراث الريف الساحلي، الأجداد كانوا يتناقلوا بين بعضهم وتعلمناه مني نحن. ومن خلال من بدءا من الزجل بينتقل الشاعر للشعر الحديث والشعر العمودي وغيره. والزجل الأشهر أساسا بالمناطق فينا نقول الريفية وأجملها، كان هيك في تخاطب جميل بين الأجيال. الزجل له قوانين وله أوزان مثله مثل أي شعر ثاني. إذا كان قلت بيت زجل مكسور إذنك بتبين إنه مكسور. خلينا نسمع. عنا زجلية هيك حلوة حابب نختم فيها إذا الله يسر. قاعد عالدرب وناطر ناطر تتعود، ما ضل بصدري خاطر دندن يعود. في مرة شفتها صدفي عدرب العين، كتفة حفحف بكتفي بلمسة ايدين. قلت لها استني نتفي لحظة واتنين، قالت لي خلي الصدفة شي مرة تعود. من وقتها صار لي داير من حي الحي، الناس بتسأل شو صاير بالله يا خي. قلت لهم فكري حاير ما عندي مي، بلكي تهل الباشاير والغيم يجود. مرقوس سنتين ثلاثة وشهور كتار، وقفت فيهن حياتي والمركب دار. ماتت مرتي وحماتي وامي والجار، وحتى ضاعوا رفقاتي وفكري بشرود. وعدتني وما عطلت راحت لبعيد، حرقة بصدري خلت غيرها مبريد. لو مرة بدربي حلت بيكون العيد، والفرحة بقلبي هلت لو يوم تعود. والفرحة بقلبي هلت لو يوم تعود.
يسلم هتم، اكيد كنا سعيدين بوجودك اليوم الشاعر فادي مصطفى، على نتشكرك على وجودك معنا، نتمنى لك التوفيق بجميع تجاربك الادبيه القادمه، واكيد تحيه كبيره منا لاهل طرطوس جميعا. شكرا كثير لك. شكرا لكم جميعا، اهلا وسهلا بك. بدنا نشكر وجودك معنا لليوم حليت صباحنا، وتجربتك اليوم اكيد بتستاهل انه كان ينضوا عليها. ان شاء الله ملتقانا قريبا بمزيد من الانجازات الادبيه لحضرتك. بخير، والف شكر لحضوركم.